الأستاذ أحمد سعيد. يا مساء الورد. مساء الورد عليك يا أستاذ تامر وعلى جميع السادة المشاهدين. أخبارك إيه يا جميل؟ تمام الحمد لله زي الفل. عدت إلينا بالأسرار والصور واللقطات والانفرادات. والانفرادات والحكايات اللي أول مرة الناس هتشوفها إن شاء الله. زي الفل كما عودتنا دائما. هتبهدلني معاك برضو ولا؟ يلا بينا. خلاص ما خدنا على كده. هنشوف صورتي أو وشي الأستاذ أحمد المرة دي حطه على لعيب بقى يعني مهارات عالية. انت كنت لسه بتتكلم في كورة والأهلي وسوزة و يكونش ده سوزة؟ اكيد مش هو. بس سوزة مش ابيضاني كده. ده حد بس ده لعيب كورة. لا هو فنان. فنان. فنان بس شوف المهارات العالية عنده. يعني هو فنان ونجم. فنان بيعرف يلعب كورة. نجم وكوميديان كبير واهلاوي. كبير واهلاوي. طيب. ابحثوا بقى في دفاتركم كده لحد اخر الفقره ونعرف الاستاذ احمد جاب لنا صوره مين وهو من الفنانين وهو بيلعب الكوره. نبدا اللقطات. نبتدي بقى. طبعا احنا عودنا الساده المشاهدين عندنا بيبقى فيه شويه اسرار كده لطيفه بنقولها. احنا قلنا قبل كده ان عندنا سر البوت اللي الزعيم عادل امام كان بيتفائل بيه. مظبوط. الزعيم عادل امام كان عنده بوت طبعا بمناسبه الكلام عنه اليومين دول يعني. فهو كان عنده بوت كان بيتفائل بيه في كل في اكتر من فيلم لبس نفس البوت. ودي حاجه يعني حاجه غريبه جدا ان هو بوت واحد طبعًا. لبسه في فيلم غاوي مشاكل لبسه طبعا انت فاكر فيلم غاوي طبعًا. مشاكل مع نوره طبعًا. لبسه في فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين لبسه في فيلم رجل فقد عقله وفيلم قاتل ما قتلش حد أكتر يعني حوالي 5-6 افلام نفس البوت. هو يعني حتى لما كانوا بيسألوه ليه نفس البوت ده في الأفلام قال لهم أنا بتفائل بيه كل ما بلبس البوت ده الفيلم بيكسر الدنيا. يا سبحان الله. فدي حاجة كده على الماشي لذيذة. فينا على فكرة في ناس كتير بتفائل سواء بلبس أنا فاكر كان مين بس ده مش في الفن كان الأستاذ حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري زمان كان عنده بدلة رمادي كده ولا رصاصي ما يغير طول ما منتخب مصر بيلعب هي نفس ما يغيرهاش ما يغيرها يقول لك مستحيل لا كاس امم بتصفيات كاس اي مباراه يحضرها في الاستاد لازم تبقى بالبدله دي يقول لك عمري ما لبست البدله يوم منتخب مصر خسر يعني كنا بنكسب بالبدله دي كنا بنكسب بالبدله طب كويس يعني ماشي عندنا بقى كمان في سر كده لذيذ عن نجم لذيذ النجم كريم عبد العزيز. ده حبيبنا. طبعا النجم كريم عبد العزيز من النجوم المحبوبه جدا. هنقول بقى هو يعني حاجه كده لذيذه. هو كان بيخاف جدا من الفنان علي الشريف وهو صغير. بيخاف؟ يعني كان انت عارف هو مثل معاه فيلم المشبوه. طبعا مشبوه طبعا لما كان طالع دور ابن عادل امام وسعاد حسني. سبب خوفه ان هو طبعا كان في العصابه وخطفه وهو صغير فكان دايما يشوف الفنان علي الشريف يخاف منه لا يا راجل بسبب الحته دي أيوة بس صح. طبعا بعد كده يعني بقوا اصحاب جدا والفنان علي الشريف طبعا من الفنانين الجمال والطيبين جدا كبار طبعا حتى لو عمل دور يعني عصابه وشر وكده لكن هو انسان كان مثقف جدا عمل دور العصابه وقت ما كريم كان لسه طفل كان طفل فبالتالي وكان ما شايله كده عفقه تحت ايده وماسك الرشاش في بقه كان هو وفؤاد احمد كانوا خاصين ايوه صح فطبيعي انه لازم يترعب منه في فيلم المشبوه طبعا فيلم المشبوه صحيح ايه كمان بقى عندنا يعني من الاسرار اللطيفه عن كريم كريم وهو صغير يعني في الثانويه العامه كان فكر كده جات له فكره مجنونه ان هو يطلع ياخد الثانويه من امريكا بس ما خدهاش خدها من مصر ليه كان عايز يخش كليه الطب كانش بيفكر خالص ان هو يطلع ممثل سبحان الله كان عايز يبقى دكتور يخش كليه الطب جاب فعلا مجموع كبير جدا يعني جاب مجموع عدى ال 100% بالمستوى الرفيع بس ما دخلش كليه الطب ليه هو كده بقى قال انا هدخل ايه معهد السينما قالوا له معهد السينما ازاي يعني انت عايز تبقى ممثل طب خش يعني فنون مسرحيه مظبوط انت عارف طبعا ان كريم عبد العزيز يبقى ابن المخرج الكبير ده اسره فنيه محمد وعمه عبد العزيز المخرج عمر عبد العزيز فقالوا له يا كريم يعني ما ينفعش يعني طب انت عايز تبقى ممثل خش فنون مسرحيه قال لا هبقى مخرج كان زميله مين بقى المخرج الكبير احمد سمير فرج واحمد نادر جلال طبعا الاثنين بقوا يعني مخرجين وهو دخل في التمثيل اوكي هو دخل مساعد مخرج مره واحده بس ما زهق يعني مفهوم عندنا بقى صوره جميله جدا نشوفها كده مع بعض صوره يعني ايه الفنانه اسعاد يونس اسعاد يونس طبعا لابسه بيجامه
ايه ده؟ طيب شوف البيجامه دي كده، دي بيجامه عملاق، بيجامه واحده. بيجامه واحده. لا على فكره دي كانت من كواليس فيلم المجنونه. طبعا هي كانت بطله الفيلم، وعايز اقول لك ان فيلم المجنونه ده الفنانه اسعاد يونس هي اللي كاتباه بنفسها. معقوله؟ هي كانت مع محمود عبد العزيز، كان هو مذيع، وكانت هي بتحبه ومجنونه صح جدا. هي مجنونه المشاهير وبتطرده في كل حته. كانوا هيجيبوا بجمل بهجة قمر، فالبيجامة كانت واسعة قوي، كان هيمثل معاهم ضفر. البيجامة كانت واسعة جدا، فطبعا لبسها المخرج عمر عبد العزيز ولبستها، لبس رجل وسعد يونس دخلت في الرجل الثانية، الاثنين بيجامة واحدة. يعني حلوة حاجة طبعا، لقطة طريفة جدا. لقطة طريفة طبعا، حلوة. كانت من كواليس المجنونة، فيلم المجنونة. عايز اقول لك ان الفنانة اسعاد يونس كان لها برضه لقطات طريفة في فيلم المتسول مع عادل امام. عايز افكرك كده بمشهد لما كانوا في الفرح ووقعت، وكان حصل خناقه صح، ووقعت واتقلبت. دي وقعت واقعه. انا عايز اقول لك ساعتها قلت مستحيل تكون يعني تمثيل. لا عايز اقول لك صح، الواقعه حقيقيه. ما كانتش في الفيلم اصلا، مش في المشهد، مش في المشهد خالص. المشهد كان فرح عادي، وهي ما اقول لك على مفاجاه بقى كمان لذيذه. كانت لابسه شبشب، طبعا المفروض ان العروسه تبقى لابسه جزمه، لابسه فستان فرح، شبشب زنوبه. كانت لابسه شبشب زنوبه، تخيل كده. ايه ده الصوره باينه اهو الشبشب. الوقعه بقى احمد راتب لما هو بيتضرب، احمد راتب وقع راح خبط فيها قلبها، فبان الشبشب. بان الشبشب في المشهد. طبعا هو ما كانش متخلط يعني، مش طبعا محطوط في المشهد. أكيد. بس الطريف بقى ان هم ايه سابوه، وحتى عادل امام قال لها ايه، بص في الخناقه كان في الطوخي بقى اللي هو كان بيضرب دايما بتاع المعارك في الافلام. فطبعا هي كانت في دماغها ان المشهد هيتعاد، عادل امام قال لها لا، هو حلو كده، ده انا هقع انا كمان، يعني انا كمان بقى هتخبط واقع واجي اقعد جنبك. ده كان من الحاجات الطريفة جدا في المشهد. الفيلم ده طبعا كان فيه النجم سيد زيان. مظبوط. سيد زيان كان له لازمة في الفيلم ده بقى لو تفتكر، يعني كان يقول ايه، سا 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 سيبوه سيبوه سيبوهولي سا 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 سا، كل ما يجي ايه سا سا سا. السين دي لما كانوا بيسألوه عليها جبتها منين السين دي، قال لهم واحد صديق ليا اسمه رأفت أحمد. حلو. كان يجي دايما الحروف كلها كويسه، يجي عند السين سا 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 ويتهته عند ده، ويتهته السين دي، فخدها منه وعملها في وبقت في حلو جدا. طبعا سي 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 سيبوهولي سيبوه. عندنا بقى طبعا فيلم من الافلام اللي انا بحبها جدا، اللي هو فيلم الشقه من حق الزوجه. فاكروا الفيلم ده؟ الله الله. الفيلم شحات ابو كف. لا مش شحات ابو كف، غريب الشقه. لا غريب في بيتي، الشقه من حد ذوق. محمود، انا اسف، انا اسف، محمود عبد العزيز ومعالي زايد. ما انت اسمه غريب في بيتي بقى. كان غريب في بيتي. ايه اللي ده دخل الاثنين مع الشباب؟ طبعا هو الاثنين الشقه برضه نفس المشكله. يمكن عشان كده المشكله على الشقه. فعايز اقول لك ان هو طبعا الفنان محمود عبد العزيز في مشهد كده في الفيلم ده، طبعا اخراج المخرج الكبير عمر عبد العزيز. طبعا الفيلم ده كان فيه مشهد يعني من المشاهد اللي انا بحبها جدا، وبتهيألي كل الساده. وهو بيغسل بتاع الغساله طبعا، زحمه يا دنيا زحمه. وقام ملبس نعيمه الصغير بتاع في وشها. عايز اقول لك بقى مفاجاه. في المشهد ده في مفاجاه جامده جدا. ايه بقى هي؟ المخرج عمر عبد العزيز قال لمحمود عبد العزيز انا عايزك بقى يعني وانت بتغسل كده في الاخر اخر حاجه في ايدك تروح خابط بيها مين؟ نعيمه الصغير. نعيمه الصغير اسكندرانيه هي كمان. تمام. محمود عبد العزيز اسكندراني. مظبوط. فالمهم ان هو اخر حاجه جت في ايده ايه؟ الفوطه، وكانت مبلوله ميه قوي يعني، فراح حدفها بالفوطه، فالفوطه جت في الباروكه بتاعتها، فالباروكه ايه يعني اتغيرت، نقلت شويه كده، اتحركت. فلما الباروكه اتحركت طبعا نعيمه الصغير صارت جدا، ده مش في المشهد بقى وما بيصوروا. وقعدت تزعق مع محمود عبد العزيز بقى ايه زعيق اسكندراني، هما الاثنين يزعقوا مع بعض. ده طبعا مش في المشهد، مش في المشهد خالص خالص. يا نهار ابيض. فطبعا اللي حصل ايه؟ وعلى فكره معالي زايد في المشهد ده كانت بتضحك بجد. ايوه ما ضحكت بجد، لان لقيتهم اتخبطت. كانت بتضحك يعني بجد، لان الفوطه لبست لبسه في الدماغ، ما اعرفش ازاي قدر يعملها. بقول لك حركت الباروكه بتاعتها. فطبعا المخرج عمر عبد العزيز ساب الموسيقى شغاله عشان تلغوش بقى الكلام اللي كان بيتقال، الكلام الاسكندراني اللي كان بيتقال. ايوه وخد المشهد وما عادوش، يعني خده زي ما هو. بصراحه ما يتعدش مشهد ماستر سين، ما يتعدش. ده مشهد تحفه طبعا، المشاهد الحلوه جدا جدا يعني. عندنا كمان فيلم هنا القاهره.
محمد صبحي. اه الفيلم ده طبعا برضو اخراج المخرج الكبير عمر عبد العزيز. والفيلم ده اول ما جاله ما كانش زي ما يعني مش زي ما اتعرض على فكره. الفيلم ده فيه مشاهد صعبه جدا يعني كانت عايزه تتنفذ مثلا من هوليوود من امريكا، حاجات بقى عايزه امكانيات غير عاديه. فطبعا اللي كتب الفيلم اخرج الفيلم لمده يومين يعني يومين اتنين اخرجه، بس ما جاش معاه بصراحه يعني قال لك لا الفيلم صعب مش جدا مش عارف اعمله. فراحوا مين؟ راحوا للمخرج عمر عبد العزيز كويس. قال لهم خلاص انا ماليش دعوه بقى باللي اتصور قبل كده، وانا هصور الفيلم من اول وجديد تاني، بس طبعا بالامكانيات المصريه لان امكانيات الفيلم طبعا كانت صعبه شويه. فصوروا فعلا بالامكانيات المصريه، وصوروا على يعني على قد الحاجات اللي احنا يعني اللي في امكانيه لتصويرها. مظبوط. وشفنا بقى الفيلم طبعا في مشاهد بقى عايز اكلمك عنها. اتفضل. فاكر بقى مشهد وهم بيعدوا الشارع؟ الشنط اتفتحت والناس بقت اهلي اهلي ايه اللي حصل؟ المشهد ده اتصور على 3 ايام في 3 شوارع في 3 اماكن. ده؟ اه ده. هنشوف يعني بعض اللقطات منه اهو، شوف الشنطه اتفتحت. واللبس والناس بقت تاخد اللبس والحاجات دي. الله يرحمها كمان طبعا سعاد نصر. طبعا. الله يرحمها ويحسن اليه، كنت بموت في ادائها التمثيلي. الناس بقى فاكره ان الفيلم ده اتصور في شارع واحد بس، لا في 3 شوارع. هو نفس المشهد بتاع تعديه الشارع. اول فيصل واخر فيصل وشارع الهرم. يا سلام. في 3 ايام. كل ده عشان يصوروا الكام ثانيه دول بتوع تعديه الشارع. عايز اقول لك ان تعديه الشارع دي اصلا ما كانت بتعمل مشاكل مع الناس. ايوه صحيح. عشان كده كانوا بيعيدوها تاني. صحيح. فطبعا ده حصل على فكره قبل كده في فيلم قديم تاني كان اسمه حياه او موت، لانه كان بيصور في الشارع. المخرج كان بيصور بنظام الكاميرا الخفيه، بيخبوا الكاميرا ويصور عشان الناس ما تتلمش. ما تلتفتش. كان بيعمل كده بيقعد برضه ناس كده على انها بتصور بعيد شويه عشان الناس تتلم عليه. ويروح يصور في اماكن. فكره حلوه، فكره حلوه. عايز اقول لك طبعا ان الفيلم ده كان فيه مشهد تاني. افتكر كده معايا لما محمد صبحي اتعلق في ونش. طبعا. لما وقع في البلاعه وبعدين جابوا له ونش عشان يشيله فرفعه في السما فوق. طبعا محمد صبحي اصلا عنده فوبيا من الاماكن العاليه. فعلا؟ تخيل بقى لما ايه يقعدوه 45 دور يعني 45 متر. فطبعا خاف وكان متفق مع المخرج عمر عبد العزيز ان هو يعمله بالمنديل كده، خلاص هموت نزلني. طبعا المخرج عمر عبد العزيز ما نزلوش ولا سال. لا طبعا هو بيعمل شغله وهو عايزه عنده بالفوبيا، ما هو ده ميزه. وقعدوا صوروه 3 ايام. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده عذاب لمحمد صبحي ده الفنان الكبير. طبعا طبعا حاجه كانت صعبه جدا جدا يعني. ماشي. عندنا بقى صوره كده نادره كده للفنان صلاح السعدني. نشوفها كده. صلاح السعدني العمده. الفنان صلاح السعدني مع المخرج عمر عبد العزيز وابنه ده احمد السعدني. يا من صوره من الفنان دلوقتي الجميل احمد السعدني. نادره جدا الصوره دي، ويعني من طبعا تفكرنا بالعمده صلاح السعدني. طبعا طبعا طبعا. سلام. من زمن الفن الجميل. شوف شوف الايام دلوقتي احمد بقى عامل ازاي، طول بعرض بايه وحش على الشاشه. طبعا. ربنا يسعده يا رب. تمام. عندنا بقى عايز اتكلم عن فيلم بطل من ورق. انا بحب الفيلم ده جدا. يلا بينا. فيلم بطل من ورق هنشوف كده. ممدوح عبد العليم وأثر الحكيم. طبعا. نشوف كده صور من الكواليس الفيلم. تمام. ورينا النص. عندنا شوف بقى هنا. ايه ده؟ الصورة دي لو تخلي بالك كده هتلاقي ممدوح عبد العليم وهو جوه القطر. انا مش شايف هو فين اساسا. اللي فوق اهو. فوق. على فكره في فوق شويه احمد راتب، والصوره لو بانت هتلاقي راسه عليها الطلقه اللي خدها من صلاح قابيل لما ضربه بالمسدس. ايوه صح. ايه ده؟ وقايم طبعا بعد الكواليس بقى يعني ده بعد ما اتقتل. طبعا هنا في دي من كواليس بطل من ورق. هنا برضو هنا الفنان الجميل ممدوح عبد العليم مع طبعا الاستاذ سعيد الشيمي مدير التصوير. مدير التصوير. وفي كواليس الفيلم هنا بقى في القطر عايز اقول لك ان مشهد القطر ده هنا طبعا تفجير القطر ده كان مشهد من المشاهد الصعبه جدا 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 في التصوير. صح. هم على فكره فجروا ماكيت، ما فجروش قطر. ايوه ايوه طبعا. قطر هيفجر قطر ازاي؟ فالمشهد ده اتصور فين بقى؟ منطقه اسمها العزل. العزل دي بتروح القطر، بيروح القطر لما ايه
لما يكونوا يعني عايزين صيانه او يتكهن او فدخلوا هنا هنا شوف مع سعيد الشيمي واحمد لما هو كان بيقول لهم ايه هتنطوا من القطر مفهوم وراه محمد راتب كان اسمه رامي قشوع ايوه صح ممدوح عبد العليم كان اسمه رامي قشوع رامي قشوع عايز اقول لك رامي قشوع دي اصلا ما كانش فلاحي يعني ما كانش اللهجه بتاعته فيها اللكنه دي اللي عملها مع ممدوح عبد العليم ما كانش في السيناريو بجد كان بيتكلم عادي حلو فطبعا كمان في حاجه إيه؟ الفيلم ده اتصور في عماره في 30 ميدان عابدين يعني قدام عارف قصر عابدين بقى قدام القصر بالظبط العماره اللي هو السطوح اللي كان ساكن فيه رامي السطوح اللي كان ساكن فيه رامي وده على فكره كان بالمناسبه كان بيت جد الاستاذ سعيد الشيمي مدير التصوير واختاروا العماره علشان كده حلو الاوضه بقى دي كانت اوضه مميزه قوي للممدوح عبد العليم مظبوط اللي هو قاعد فيها وكان في بقى مشاهد كده هم نازلين على السلالم نشوف برضه بعض المشاهد صح دي. عندك الصور دي مشاهد من العماره ومشاهد بقيه مشاهد كواليس مشاهدها الصور بتاعت عماره عابدين فيلم بطل من ورق انا بحب الفيلم ده جدا من الافلام يعني دمها طبعا خفيف. طبعا من افلام الخالده وانا بحبه جدا نجوميت... واول مره الفيلم ده بالذات اول مره كان كوميديا ممدوح عبد العليم اكتشاف بالنسبه لي طبعا. هو طول الوقت كان في الادوار الرومانسيه والدراما والجدة كان بالنسبه لي اكتشاف رهيب انه قنبله كوميديه يعني مفيش كوميديان يعرف يعمل فيلم زيه كان من احلى حول الافلام حول الكوميديا هو واثار كمان الاثنين عملوا كوميديا في الفيلم ده صحيح ايه ما لقيتش العماره طيب خلاص ماشي معلش طيب عدل اخر حاجه بقى قبل المسابقه يا استاذ احمد يعني هناخد حاجات سريعه كده على المشي يلا بسرعه قدامك دقيقه ونص هناخد فيها كام صوره سريعه كده عندنا صوره لام كلثوم وهي طبعا احنا مصايف او الكلام ده صوره غريبه شويه لام كلثوم نشوفها كده ايه ده البحر دي ام كلثوم تخيل ان دي ام كلثوم وتخيل ان هي يعني هي على البحر ده ابن اخوها شايلها ابن اخوها شايلها بيركبها المركب يعني كان بتهيألي اللي قدامها ده مركب وهو بيركبها المركب لقطه طبعا تمشي بقى مع جو الصيف والتصوير طبعا الصيف والبحر والشواطئ وكده دي برضه لقطه نادره لام كلثوم بالبرنيطه مع يعني طفله من النادر طبعا ان انت تشوف ام كلثوم بمشهد زي كده وضفاير ضفاير بيشدها من ضفايرها وهي لابسه برنيطه دي لقطه نادره جدا طبعا طبعا عندنا بقى صوره كده سريعه كده يلا نشوف كده عشان بعديها يلا. يعني هنجيب المسابقه صوره سريعه لاسماعيل ياسين شوف كده الصوره اسماعيل ياسين وزهره العلا ومعاهم طفل الفيلم ده كان اسمه بحبوح افندي مظبوط طيب مين الطفل ده بقى مين تخيل مين امير الغناء هاني شاكر مين يا سيدي هاني شاكر تخيل بجد تخيل الطفل اللي معاهم ده هاني شاكر لا بجد طب ده هاني شاكر يا نهار ابيض فدي حاجه يا نهار ابيض ده انا همسك الصوره دي وافاصل بيها هاني شاكر للعمر كله لا دي لوحدها بالحلقه كلها الصوره دي لوحدها كلها بالحلقه تسلم يا باشا رجعوا لنا بقى صوره المسابقه عشان نشوف صورتي او وشي كان محطوط على جسم مين من الفنانين احمد حلمي يا راجل ايه ده كوير احمد حلمي كوير شوفنا لا معرفش ابدا عنده مهارات كرويه لا ده هو عنده مهارات كتير عنده مهارات في الكوره عنده مهارات في الكتابه يعني انا انا عارف ان هو كتيب وغني ان هو بيكتب حاجات وبيرسم كمان بيعرف يرسم والف كتاب على فكره هو وفي صدد ان هو يعمل كتاب تاني بسم الله ما شاء الله واحمد متعدد المواهب سبع صنايع بس البخت رائع بسم الله ما شاء الله نجم الكوميديا الجميل احمد حلمي شرفت ونورت وابدعت النهارده كالمعتاد يا استاذ احمد شكرا جزيلا نشوفك دايما على خير ومتالقا كالمعتاد